أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. معكم سعيد شويب، موظف حي الجامعي. انا شاهد الاخ علال والاخ محجوبي والاخ قرفي. ملي كتعلنت على الشهاده ديالو صوبت الاشهاد ديالي ودفعته للمحكمه، كيجي السيد المدير كيصيفط لي الناس كيهدوني، كيقول لك تراجع الشهاده ديالك. انا الشهاده ديالي ما نتراجعش عليها، انا اصلا مغربي وفي الدم ديالي مغربي، وجاو الاخوان ديالي اللي 23 سنه وانا خدام معاهم وكنشوفهم كيتعذبوا وكيتظلم عليهم وما نشدش لي مراه، ما يمكنش. والنقطه اللي مهمه كنوصل السيد المدير نقول له نهار الثلاث راه كاين الاخوان والاخوات الموظفين والموظفات اللي معانا راه غيحضروا نهار الثلاث الشهاده وغيحضروا تما وغيناضلوا، راه حنا ما غادي ندوزوش الاخوان ديالنا وديما غنبقوا نساندوهم. راه سوا بغيتي سوا كرهتي هنا حنا اللي خدمنا الحي، ماشي انت اللي خدمتيه، ماشي اللي سلم عليك تصيفطي للمحكمه، غادي راه ما غاديش تكون. وحنا هنا راه كناضلوا على الحقوق ديالنا والتعسفات اللي كتعسف على هاد الناس سواء انا سواء اي واحد، راه حنا كنا بحال بحال اللي كنطلبوا. حنا ما بقيناش بغينا نطلبوا لا عامل لا كاتب عامل، هادشي كنطلبوا سيدنا، راه سيدنا ورا تصنت الخطاب ديالو اش كيقول، راه خصك تصنت الخطاب وعاود تصنت وعاود تصنت 100 مره 110. حنا كنقولوا عاش الملك وكنطلبوا سيدنا هو اللي دخل في هذه القضيه، لان انت كلشي مريض كلشي كيتكرفص كلشي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كاتب فرع الاقامه الجامعيه نقابة الوطنيه موظف التعليم العالي والحياء الجامعيه. هذا الاحتجاج ديالنا هذه المحطه الاحتجاجيه هي من كثره المعاناه وكثره المعاناه والتجاوزات اللي كتقوم بها الاداره. قبل ما نذكر هذا الشيء هي الخطاب ديال سيدنا راه كان مفهوم البارح، ممكن معاناه وكاين تجاوزات اللي كيقوم بها الاداره الحي الجامعي وخاصه السيد المدير تجاه الموظفين البسطاء، وهاد التجاوزات اللي كيديرها هي باش يتني الممارسه العمل النقابي داخل المؤسسه. كاين نقطه كاين اللي قام بهذا واحد الامر خطير خطير جدا وهو جهنمي، امر خطير جهنمي اللي قام به وهو محاكمه اعضاء ثلاثه اعضاء من المكتب الفرع اللي هو قرفي مصطفى وعلال طفطافي محمد محجوبي. وهذا هاد المحاكمه هي مفبركه زور وبهتان، لحقاش حنت كيدافعوا على الشغيلات الموظفين شغيلات الحي الجامعي، حنت كيدافعوا على المطالب ديالهم وكيدافعوا على جهه بغيتينيهم على العمل النقابي ديالهم. حنا كمكتب فرع درنا مراسله لقاء السيد المدير باش نحلوا هاد المشاكل، حنت ما عندناش عندنا المحاكمه هي النقطه الاولى. ثانيا كاين عده نقاط من الميل المطلبي اللي هي نقاط مستعجله لا يعني اللي خاصنا ما نتاخروش في الطلب ديالها. الا بالمدير ما كيستجبش لينا في الطلب الاول، ثم التذكير ما كيستجبش، جاو الاطر ديال الاداره اللي هو مصلحه رئيس مصلحه الموظفين رئيس مصلحه الشؤون الاقتصاد واستاذ الرياده، دخل جا لمكتب الفرع قال لك اودي باش ندخلوا في اطار صح، قلنا له مرحبا حبدنا الفكره، الا به كيمشيو عنده ما كي راكبه راسه ما باغيش يتصالح. جو الموظفين مجموعه من الموظفين مشوا عنده الاداره ما كيجيش الاداره، مشوا عنده للدار يعني نهصرهم بهذه الطريقه، كيتهرب كيقول لك راني مريض ما كنجيش، كيقول لك انا ما نتلاقاش مع هذوك. اللي تبين لينا هو خاصو شي مسؤول سامي او عنده شي مرتبه عليا ولا شي حاجه، ما بغاش في اطار الصلح. حنا ماشي مشكل، حنا المحكمه راه كتقول الكلمه ديالنا، النقابه الحمد لله كاين النقابه وكاين جمعيات حقوقيه ومعنا الحمد لله وسائل الاعلام اللي كان التحيه لضال الخاصه اليهم. النقابي في المحكمه.